أهلا وسهلا بكم أعزائنا المشاهدين إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن الوضع الميداني في محافظة أبين وأهمية تحريرها من سيطرة أفراد تنظيم القاعدة. أعلنت السلطة المحلية في محافظة أبين تحرير المحافظة كليا من عناصر تنظيم القاعدة، وذلك بعد نحو 13 يوما من بدء عملية عسكرية واسعة في المحافظة. وكيل المحافظة قال على لسان وكيل عفوا قال وكيل المحافظة في محافظة أبين حيدر علي دحة لقناة بلقيس إن قوات الجيش والأمن تمكنت من تحرير مديرية المحفد آخر معاقل تنظيم القاعدة، وأن المحافظة باتت اليوم كليا تحت سيطرة قوات الجيش والأمن. وأكد دحة أن المرحلة الثانية حاليا تتمثل في تثبيت الأمن وإعادة الخدمات الأساسية، مشيرا إلى أن هناك تفاعلا من قبل الحكومة وبعض دول التحالف لإسناد السلطة المحلية في تطبيع الحياة بالمحافظة. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: أهمية تحرير محافظة أبين من سيطرة التنظيم الإرهابي وأثر ذلك على أمن واستقرار العاصمة المؤقتة عدن. هل باتت أبين خارج قبضة التنظيم وحساباته تماما، أم سيعود إليها من جديد ككل مرة؟ ما مدى قدرة السلطات في تأمين المحافظة كليا وإعادة تفعيل الخدمات وتطبيع الحياة؟ هذه الأسئلة وغيرها نناقشها مع ضيوفنا، ولكن بعد متابعة هذا التقرير. مكتب التربية والتعليم هو واحد من إجمالي المكاتب الخدمية في محافظة أبين الذي عاد إلى العمل في عاصمة المحافظة زنجبار، بينما تؤدي أغلب المكاتب الخدمية بما فيها السلطة المحلية عملها من محافظة أبين. بين عدن وأبين مسافات كبيرة، لكن الجيش اختصر كل ذلك وأسقط تجربته التي خاضها في عدن على أبين. إعلان الجيش الوطني تحرير أغلب مدن المحافظة ومديرياتها من تنظيم القاعدة الإرهابي، فيما تقول السلطات المحلية إنه استكمال للمرحلة الأولى، لكنه والعهدة على الشهود هنا لم يختلف الوضع كثيرا حتى الآن بالنسبة للحياة في المحافظة، التي يقول المسؤولون إنها ستشهد مرحلة ثانية. زنجبار وجعار والمحفد وغيرها الكثير من المناطق ما تزال تشهد تراجعا في الخدمات الأساسية وغيابا شبه كامل للكهرباء والمياه والقطاع الصحي، في ظل المخاوف من تنامي الإهمال الرسمي وتناسي المحافظة، وهو ما يهدد أيضا بتحويل أبين إلى بيئة خصبة للجماعة الإرهابية وتكريس الصورة الذهنية السلبية عن المحافظة، خصوصا وأن بعض المديريات كسرار ورصد ما تزال خارج نطاق العمليات العسكرية للجيش. إذن ليس هناك ما هو أصعب من تحرير محافظة أبين عسكريا سوى إثبات ذلك عمليا، ففكرة تحرير أي مدينة يتطلب أيضا مواصلة الجهود لإرساء دعائم الأمن والاستقرار وعودة سلطة الدولة وتسيير حياة الناس وشؤونهم الطبيعية، في مقدمتها تلبية الاحتياجات والخدمات التي تلامس هموم المواطن اليومية. حتى الآن تبدو أبين خارجة قليلا عن هذه الفكرة، وعودتها على الأقل إلى ما كانت عليها في السابق بات مطلبا ضروريا، وإن بدت مشقة تطبيع الحياة أكبر من حجم التحديات التي تعيشها المحافظة، يبقى المطلوب هو إثبات السلطة الشرعية حضورها في أبين حتى لا تترك الباب مواربا أمام الجماعات الإرهابية. حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد، ونبدأ هذه الحلقة مع مدير الأمن لمحافظة أبين السيد عبد الله الفضلي. مساء الخير سيد عبد الله. مساء النور. أهلا ومرحبا بك. بداية، الإجراءات التي قمتم بها بعد تحرير على وجه التحديد زنجبار وجعار، ما هي الإجراءات الأمنية بالنسبة لزنجبار وجعار ومنطقة الكود؟ وبدأنا بتشكيل نقاط أمنية في أغلب الأماكن الحساسة ومفترق الطرق، وتم القبض على بعض المحتللين من تنظيم القاعدة والإرهابيين من شمى داعش. نعم. والحمد لله الآن الأمور تحت السيطرة 90%. نعم. ربما الكثير يتحدث بأن في محافظة أبين تحررت أكثر من مرة، لكن بعد أن يتم التحرير الدولة تظل غائبة حتى يعني تعود من جديد الجماعات الإرهابية وما يسمى بتنظيم التنظيمات الإرهابية داعش وأيضا القاعدة تسيطر على هذه المدن من جديد. هل هذه المرة لديكم خطة لتأمين المحافظة تماما وعدم السماح بعودة هذه الجماعات مرة أخرى؟
نعم لدينا خطة مستقبلية كبيرة وطويلة الأمد، لأن أبين تلقت إهمال كبير من الحكومة، من حكومة القفاش، والإهمال هذا تسبب إلى انضمام بعض شباب أبين إلى هذه التنظيمات الإرهابية بسبب الفقر وعدم توجد يعني بطالة وأشياء كثيرة. والآن معنا جدول زمني لضم الشباب في الجيش والأمن وتعليم ودورات خارجية إن شاء الله بإذن الله، والحمد لله في قبول كثير من الشباب هذا الشيء وأقبال أكثر الشباب يريدون التوظيف ويريدون العسكرة ويريدون انضمام في الألوية، وإن شاء الله أما غريب تكون أبين بإذن الله، بإذن الله صافية من جميع. نعم طيب سيادة العقيد عبد الله الفضلي، الآن ربما إدارة الأمن في المدن المحررة، واليوم تم الإعلان بأنه تم تحرير محافظة أبين بشكل كامل، جميع المديريات في محافظة أبين، هل هناك مثلا إجراءات دعم من الحكومة من التحالف العربي لإعادة إنعاش أقسام الشرطة، إدارة الأمن إمدادها بما تحتاجه من عتاد، من عربات خاصة بالأمن؟ يعني ما هو يعني الواقع الآن بعد التحرير يعني بالنسبة لهذه المراكز الأمنية وأقسام الشرطة؟ بالنسبة لأقسام الشرطة والبنية التحتية كاملة كانت منتهية، والآن التحالف العربي وحكومة الشرعية في عمل برنامج لبناء كل الدوائر الحكومية من الشرط إلى خدمة مدنية إلى كل الدوائر الحكومية بشكل عام، لأن وقع عليها نهب ونصب وتفكيك من قبل هذه الإصابات. والآن في خطة قمناها بزنجبار جعار، أول ما ننتهي من زنجبار وجعار بننتقل إلى مديرية إلى أن نصل إلى المحرق بإذن الله. نعم طيب تكرم بالبقاء معنا سيادة العقيد، يشارك معنا في الحديث الشيخ حيدرة دحة من محافظة أبين. مساء الخير شيخ حيدرة. أهلا يا مساء النور، حيا بكم في جناح بلقيس. أهلا ومرحبا بك شيخ. بداية هل نستطيع القول بأن يعني محافظة أبين هذه المرة باتت محررة تماما، وأن الجماعة الإرهابية لم تعد متواجدة ولم يعد لديها حتى جيوب في هذه المديريات؟ الحمد لله على كل حال، وبفضل الرجال الأشاوس وبفضل الأخوة في التحالف أبين تحررت وأصبحت أبين خالية إن شاء الله من جميع القوات الإرهابية هذه. أين ذهب عناصر تنظيم القاعدة الذي كانوا يتواجدون شيخ حيدرة في محافظة أبين بشكل كبير، إلى أين اتجهوا؟ انتشروا إلى عدة أماكن محددة، فقدهم دائما اتجاهاتهم تكون إلى عدة أماكن بعد خروجهم من أبين أو من أي محافظة أخرى، ولكن نحن لنا على مواقع تحركهم بالذات. كل ما يهمنا نحن هو أن خروجهم من أبين وأن أبنائنا وما قصروا وقاموا بالواجب ودحروا هؤلاء الإرهابيين. نعم إذن فيما يخص مثلا بعض يعني المنخرطين من أبناء محافظة أبين مع هذه الجماعات وعلى وجه التحديد عناصر تنظيم القاعدة، كيف يتم التعامل معهم؟ أم يعني تم طردهم من المحافظة هم بنفس الآلية التي تم طرد عناصر كل الأخرى؟ كل الشباب المقرر بهم وبالذات المقرر بهم ندعوهم إلى على على عاد وجهة النظر، وعلى أهاليهم كلهم سواء قبائل وعليهم أعادة أبنائهم إلى الطريق الصحيح الذي لا يمس ولا يضر بأبناء أبين ولا محافظة أبين بشكل عام. نعم مقدار تجاوب الأهالي معكم في توعية أبنائهم وعدم السماح لهم الانخراط مرة أخرى وتهديد السلم والأمن في محافظة أبين؟ تجاوب كثير من قبل المشايخ ومن قبل القبائل بأنهم لابد أن بإعادة أبنائهم إلى الطريق الصحيح الذي يخدم أمن واستقرار محافظة أبين واليمن بشكل عام. نعم الآن تواجد الدولة وحضور الجيش والأمن في هذه المديريات التي أعلنتم عنها اليوم أنه تم تحريرها بالكامل، كيف يعني ممكن نقيم الوضع فيها تواجد الدولة وحضورها؟ هل تم الوصول إلى كل المديريات؟ تم فرض السيطرة بشكل تام؟ هناك عناصر من الأمن من الجيش منتشرة في كل مكان لحفظ وعدم السماح لهذه الجماعات بالعودة مرة أخرى؟ كل أبنائنا من رجال القوات المسلحة والمقاومة
الشعبية متواجدين في كل مديريات المحافظة والحمد لله. ونحن نسعى في إطار السلطة المحلية أو مشايخ أو وجهاء بأننا نكون عونا إلى جانب الأمن والاستقرار في المحافظة وبالذات في محافظة أبين. نحن الكل أيدينا بأيدي قوات الأمن واللجان الشعبية من أجل تحرير وأمن واستقرار وأعادة البنية التحتية لمحافظة أبين وأعادة أبين إلى وضعها الحالي إلى حاضنة اليمن وبالذات أقليم عدن. نعم، إذن هذه المرحلة التي تم فيها تحرير محافظة أبين هل ستستمر يعني مثلا مع ما يدور الآن في محافظة شبوة وتحرير بقية المناطق في محافظة شبوة، أم أنتم ستتوقفون في حدود محافظة أبين فقط؟ ما أعتقد أن في توقف، لازم المسألة قضية الحسم العسكري ستتم في كل المحافظات من سواء من أبين إلى عدن إلى شبوة إلى حضرموت إلى المارة، وهذا بالجانب الجانب هذا مرتبين للأخوة في الجانب العسكري. القائد العسكري هي أعلم بذلك مننا نحن وهي عارفة بأعمالها واتجاهاتها الصحيحة. نعم، مقدار التنسيق شيخ حيدرة بينكم وبين الجهات الأمنية والجيش في محافظة لاحج في محافظة عدن في محافظة شبوة؟ علاقتنا نحن كمشايخ وكوجهاء في المنطقة علاقتنا ممتازة جدا بكل الشخصيات الاجتماعية والعسكرية سواء في محافظة أبين أو في محافظة شبوة أو في محافظة لاحج أو في محافظة عدن. الكل يشكل كيان موحد، أصبح الكل الآن ينبذ الإرهاب، أصبح الإرهاب على كل المحافظات وليس على محافظة أبين، ولكن محافظة أبين كانت تتصدر أغلب المحافظات، والحمد لله نحن بفضل القيادات الأمنية والشابة والتي يقودها الأخ عبد الله الفضلي أصبحنا نحن في أبين يعني محررين من هذا من هذا من هذه القوات المارغة الخارجة عن القانون، والحمد لله على كل حال. نعم، شيخ حيدرة، ربما سؤال الكثير يتساءل فيما يحدث من محافظة في محافظة أبين، يعني أكثر من مرة تم تحرير محافظة أبين وإعلان بأنه تم تحريرها من عناصر تنظيم القاعدة سواء كان بصلح أو بعملية عسكرية واسعة النطاق في هذه المحافظة، لكن ما يلبث الوضع يعني ربما أشهر أو أسابيع حتى تعود هذه الجماعات بالانتشار من جديد. الأسباب التي تجعل أبين ربما يعني مسرح لتنظيم القاعدة يذهبوا متى ما يريدون ويعودون متى ما يريدون. الوضع اختلف عن 2011 وعن الوضع الحالي، اختلاف كثير جدا وكبير جدا. لن تعود أنصار الشريعة والقاعدة إلى أبين، أؤكد لك ذلك، لأن كل أبناء محافظة أبين التفوا حول بعضهم البعض وكلهم أصبح ينبذ هذا الوضع الذي عانت منه أبين وعانوا منه أبناء أبين بشكل عام. لا يمكن أن يعودوا مرة أخرى. الذي تقدمه القوات والدعم الذي يقدمه الأخوة في التحالف بالذات الأمارة العربية المتحدة في أقليم عدن والذي يشمل أبين شيء لم يكن حتى على بال أي مواطن. البداية هي بدأت من عدن، ولكن الآن الغداء في المحفد، فكان التحرير دائما يقتصر على مديرية زنجبار ومديرية قعار، لكن الآن لا، تطور الموضوع، الآن نحن أبنائنا وشبابنا موجودين داخل المحفد، هذا لا يمكن يكون في خط رجعة، مستحيل. نعم، نستطيع القول بأن الآن باتت القدرة الأمنية والعسكرية في محافظة أبين كبيرة ويعني سيتم فرض السيطرة بشكل كبير وتام في المحافظة ولديكم الدعم الكافي. نتمنى ذلك وإن شاء الله يستمر الدعم إلى أبنائنا في القوات المسلحة والأمن وكذلك اللجان الشعبية، ونحن نعول كثير على الشباب الآن المتواجدين من أبناء محافظة أبين وبالذات الذي يقودهم الأخ عبد الله الفضلي قائد أمن محافظة أبين، فهذه مهمة صعبة أمامه، ولكنه إن شاء الله سيكون هو في هذا الموقف سيكون داعم واقف إلى كل شباب أبناء أبين وكل أبناء أهله وأخوانه في محافظة أبين، ولن تعود القاعدة إن شاء الله إلى أبين أبدا. نعم، السيادة العميد عبد الله الفضلي يقول بأن يعني انضمام الشباب في محافظة أبين واستيعابهم في الجيش والأمن ربما من أهم الأسباب التي ستساعد في فرض الأمن والاستقرار في محافظة أبين، هل أنت تتفق مع هذا الطرح وهذا التوجه؟ نعم، أنا أتفق مع الأخ العميد عبد الله الفضلي في هذا، لأن من هنا يبدأ احتواء الشباب وخروجهم خارج الأطار، يجب أن يحتفظ كل الشباب أن ينضموا إلى الأمن وإلى الأمن والاستقرار، وأن يكون الشباب لهم دور فعال أصبح الآن في بناء المحافظة. وكل الشباب نحن ندعو من هنا من قناة بلقيس، ندعو القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس علي عبد الرب منصور هادي بأنهم لابد أن يضموا شباب محافظة أمين ويدرجوهم ضمن أطار الأمني. نعم،
طيب شيخ حيدر تكرم بالبقاء معنا، اعود الى العميد عبد الله الفضلي مدير امن محافظه ابين. سياده العميد، الا تخشون فيما يعني اذا ما تم استيعاب كل يعني الشباب في محافظه ابين من انخراط بعض من لديهم ربما ارتباطات بالجماعه الارهابيه او متعصبين لهذه الجماعات، وتصبح المؤسسه الامنيه مثلا مفخخه ويوجد فيها عناصر قد ربما تسبب لكم مشاكل في المستقبل؟ نعم، عندنا خطة أمنية وعندنا يعني استخبارات عالية. ما دخلنا أبين إلا بعد استخبارات يعني أكثر من 4 أشهر، والخطة تدارس إلى أن عرفنا كل الخلايا بأسمائها بانتمائها القبلي بتواجدها وحركاتها وانتشارها وأين تروح وأين تذهب، حتى يعني يعني لدرجة الأكل في المطاعم وين المطاعم يأكلوا. يعني عندنا خطة كاملة أول نعم. شيء ينضم نعرف هذا إنه إيش هو. نعم أقصد يعني وأمح لك شيء، شوف نعم. الحكومة السابقة الذي حكومة عفاش جعلت أبين يعني خصبة للإرهاب بسبب تجاهلها عن كثير من المشاريع الخدمية للناس. فأول أول ما يأتي تنظيم القاعدة أو هذا داعش، أول ما يدعم القرى بالمياه أو بحفر الآبار أو بتصليح الكهرباء، فكانت القرى يعني تميل إلى هذا التنظيمات أكثر من ميلانها إلى الدولة. نعم، والدولة كانت نائمة، الدولة كانت يعني ما ولا كأن هذا القرى لها شأن في أبين، القرى الذي خارج المديريات. فكان تربة نشأة قوية، فالآن نحن ركزنا كل التركيز على هذه القرى التي بعيدة عن المديريات، نعطيهم الخدمات الصحية والكهرباء والماء والتعليم، وننشأ جيل جديد، ننشأ جيل جديد يتعلم التعليم. وركزنا على المدارس والمساجد بالذات، ملامح التواجد. نعم سيادة العميد، ملامح الآن التواجد الموجود في السلطة المحلية بمحافظة أبين، هل عاد المحافظ، هل بدأت السلطة المحلية تمارس مهامها بشكل طبيعي وتثبت أركان الدولة في المحافظة أم لا؟ نحن الآن لازلنا في وضع طوارئ، يعني حضر التجوال من بعد صلاة العشاء، وممنوع تحمل السلاح، وللآن عندنا وضع الطوارئ. فلازم شخصيات مهمة مثل المحافظ يعني ما نقدر ندخله يمارس عمله إلا بعد ما نتأكد من خلو هذه العناصر أنها من تواجدها من داخل أي منطقة. حتى في عاصمة المحافظة زنجبار لا زال الوضع يعني تحت الطوارئ؟ الوضع لا زال الوضع تحت الطوارئ، لأن لعلني للتأكد من جميع الأماكن. بالأمس قبضنا على خلية مكونة من 4 عناصر كانوا يريدون أن يدهمون نقطة من النقاط، والحمد لله تم القبض عليهم. نعم، طيب شكرا جزيلا لك العميد عبد الله الفضلي مدير الأمن في محافظة أبين. نشرك معنا في الحديث محمد العوبان قائد شرطة زنجبار. مساء الخير سيد محمد العوبان. مساء الخير، كيف الحال؟ الحمد لله. أهلا بك معنا، لو وضعتنا بصورة الآن الوضع الميداني في زنجبار وأنت مدير الشرطة هناك، حضور الدولة، حركة يعني المواطنين في عاصمة المحافظة، كيف بدأت تعود الحياة بعد أن تم التحرير؟ نعم، عاد الحياة إلى زنجبار بعد التحرير من أنصار الشرطة. الشعور الوضع الآن وبدا المواطن بالاطمئنان ووجود الأبطال المسلحة وضابطين نعم. محمد العوبان، ربما هناك إشكالية في الصوت، لم نتمكن من سماع صوتك، نتمنى أن يعني أن يعود بك الاتصال الشباب مرة أخرى. إذا نعود للشيخ حيدرة، شيخ حيدرة،
الآن مطالبكم مثلا من الحكومة الشرعية في محافظة أبين، وربما تكون هي أشياء ملحة وضرورية توفيرها في هذه المرحلة، ما هي؟ ضروري الطالبة السلطة العليا بالنسبة للدولة هي إعادة البنية التحتية، سرعة إعادة البنية التحتية لمحافظة أبين، ومنها الكهرباء والمياه والصحة والتربية، لأنها هي محتاجة إلى عمل وإلى جهد كبير. البنية التحتية لمحافظة أبين منذ 2011 شبه منتهية، ولكن الآن نحن نعول على سيادة الرئيس المشير على عبد ربه منصور هادي بأنه لابد أن يكون يسارع إلى هذا الموضوع وإلى حل إشكاليات أبين في كل بالذات في الخدمات التحتية لمحافظة أبين. نعم. شيخ حيدر، ربما هناك في سؤال يتبادر ويسأله الكثير، عناصر تنظيم القاعدة الذين كانوا متواجدين في محافظة أبين، وربما كانت يعني أكثر المحافظات تواجدا لهذه العناصر، اختفوا بصورة مفاجئة، ولم يعني توجد هناك أي مثلا مواجهات، وبعد إعلانكم عن هذه العملية التي يعني تم من خلالها تطهير كل مديريات محافظة أبين، الأسباب من وجهة نظرك؟ هو شيء طبيعي أن يكون اختفاء، لأن تنظيم عناصر القاعدة هو ليس الدولة تنظيم عسكري منظم أو حاجة زي كذا، فلا في المواجهات دائما القلبة تكون الجانب العسكري، في الجانب العسكري والقوة العسكرية متى ما أراد ذلك سيتم الحسم. وأما بالنسبة لاختفائهم فهم اختفوا دائما، يختفوا في كل مناطقهم، يذوبوا في أطار مناطقهم التي يتواجدون فيها، وهم أصلا مش غريبينهم، أبناء المناطق، أبناءنا معروفين للكل في كل المناطق، ولكن الحمد لله انهم يتجنبوا هذا الموضوع ويجنبوا اهاليهم ويجنبوا الشبكات مع الامن، والخساره تكون بين الجانبين، فالقاتل المقتول هو ابن ابين. نعم. شيخ حيدر، يعني خلال هذه المرحله التي تم خلالها تطهير محافظه ابين، يعني عدد الشهداء من الجيش الوطني للمقاومه الشعبيه، عدد القتلى من العناصر الارهابيه، جرحى، هل لديك احصائيه؟ لا، ما عندنا نحن احصائيه، هذا هو عند الاخوه في الجانب العسكري، لانهم عندهم جانب عملياتي وهم ادرى بذلك بذلك. انت ولم تسمع ولم تعلم باي معلومات مثلا بسقوط شهداء او جرحى؟ في شهداء من الجانب العسكري انتقلوا الفخات اللي حصلت سواء في معين او في شغره او في جوله الكوز، ولكن كاعداد هذا عند في غرفه العمليات عند الاخ قائد الامن في المحافظه الاخ العميد عبد الله الفضلي. نعم. طيب شيخ حيدر، أشكرك جزيل الشكر، أحد وجهاء محافظة أبين، كنت معنا عبر الهاتف من محافظة أبين. عودة أخيرة إلى زنجبار مع مدير الشرطة هناك الأخ محمد العوبان. مساء الخير سيد محمد. مساء النور. إذن من جديد أهلا بك، كنت قد سألتك قبل أن يعني نفقد بك الاتصال بسبب رداءة الاتصالات عن الوضع الآن في مديرية زنجبار عاصمة محافظة أبين بعد عودة الدولة وتم تحريرها من عناصر تنظيم القاعدة، تواجدكم، تواجد الدولة، حركة الناس، كيف تعيش مركز المحافظة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الآن بعد دخول الجيش عادت الحياة إلى طبيعتها في أبين، و بعد بحر انصار الشر لا توفر المحافظة عاد إلى ربوعها، وتوفر فيها المياه والحياة المستقرة والكهرباء أيضا، وبدأ المواطن يحس بالأمن والأمان، وذلك بدخول الجيش إليها. نعم. بدأتم تمارسون مهامكم من إدارة الأمن من أقسام الشرطة، منتسبي الأجهزة الأمنية بدأوا يمارسون مهامهم بصورة طبيعية. أخ العزيز، أول أنا لست مدير يعني أمن زنجبار، أنا كل مهمة يعني بغير الحزام الأمني، وماسك شرطة زنجبار مؤقتا إلى أن يأتي مدير الأمن ويمارس أعماله في المحافظة بعد أنا تحرير المحفظ، سوف يأتي مدير الأمن ويكلف من يعني نعم. يعني يدير نعم عاصمة المحافظة. بعيدا سيد محمد مثلا عن يعني تكليفكم بصوره مباشره او بقرار او مؤقت، ما كنت اتحدث عن يعني عوده الدوله في مركز المديريه، اقصد اداره الامن، اقسام الشرطه، الحياه في مركز محافظه ابين زنجبار بدات تعود بشكل طبيعي ام لا؟ نعم اخي، يعني الاوضاع في عاصمه المحافظه يعني المباني والبنيه التحتيه دمرت حتى يعود المرافق الى العمل، لا توجد لدينا اي مرافق، المرافق يعني دمرت في 2011 الى الان،
ولا يوجد لدينا نحن في الشرطة الآن يعني ساكنين أو مستقرين، يعني يعني بناية مهربة لا توجد فيها يعني لا ماء لا كهرباء في المبنى اللي نحن فيه. نعم. إذا يعني أشكرك. البنية التحتية في زنجبار عاصمة محافظة البنية التحتية خربت جميعا عن خربت الإدارات الحكومية جميعا لا توجد لدينا أي إدارة حكومية، وأنا المال أعمالنا يعني تحت عجش. نعم. أشكرك جزيل الشكر السيد محمد العوبان المكلف بإدارة شرطة زنجبار، شكرا جزيلا، كنت معنا محافظة أبين. الشكر أيضا للشيخ حيدرة دحة كان معنا أيضا من محافظة أبين، وكذلك الشكر لمدير الأمن في المحافظة العميد عبد الله الفضلي. الشكر موصول لكم مشاهدي الكرام على حسن المتابعة، حتى الملتقى بحلقات جديدة من زوايا الحدث. حفظكم الله والوطن، السلام عليكم.